يعتبر متحف التراث الشعبي في بلدة راسون بما يحويه من أدوات تراثية استخدمها الآباء والأجداد أول متحف في عجلون، جاء بمبادرة شخصية من المواطن محمد الشرع أبو عصام ليكون وجهة للزوار والأفواج السياحية. في الوقت الذي يتسابق الجميع لاقتناء كل ما هو جديد، كان لأبو عصام رأي آخر، فما أن تدخل باحة منزله حتى يعد بك الزمن إلى 100 عام أو أكثر. اعتاد أبو عصام عبر سنين الطوال جمع ما استخدمه الآباء والأجداد في حياتهم اليومية ليجعل من بيته الريفي البسيط متحفا تراثيا ضم بين جنباته الأدوات والمقتنيات القديمة. بدأت أجمع في بعض المواد القديمة واللي كانوا يستعملوها الآباء والأجداد مثل عود الحراث، لوح دراس، شكوة اللبن، فبدأت عندي هواية في إنشاء هذا المتحف. فكنت أطلع إلى الأسواق أشتري القطع القديمة والتراث القديم ليكون مرجع للأولاد الأجيال القادمة ونربطها بين الماضي والحاضر. أبو عصام أحب الماضي فأحببه الحاضر، وجعل من بيته وجهة يأمها الزوار والمتنزهون ليترك بذلك بصمة واضحة المعالم في أذهان كل من ارتاد بيته واطلع على مقتنياته، محققا بذلك حلمه الذي طالما انتظره لتعليم الأجيال تراثهم القديم وما وصل إليه الأردن من تطور في عهد الهاشميين. تحط الوفطة هاي هيك بصير الواحد له بنقل المحلة من محل لمحل حتى تكمل بصير نقطع الخيط هذا من هون، وبعدين في كان يسوي قصر ملون بلاستيك نسوي منه شغل هذول للحلو لدخان لشغلات. بضم المواد الأثرية من بيوت الأجداد وبيوت الآباء والأثار الموجودة عندنا مثل المذراي وعندنا الشعوب وعندنا المنجل، طبعا هاي لازم بما أنه إحنا يعني شباب بالجيل هذا لازم نحافظ عليها لأنها بتدل على تراث شعب أردني، وهي تعتبر من المبادرات الشخصية والفردية اللي فعليا لازم نشجعها إحنا في مجال السياحة بدلا من الاعتماد على السياحة التقليدية أو ما يسمى السياحة الجماهيرية. إنشاء المتاحف وتشجيع السياحة واجب وطني رآه أبو عصام تجاه بلدته راسون لإبراز حضارتها وطبيعتها الخلابة لتكن مقصدا للزوار والأفواج السياحية. أبو عصام يؤمن بقول الفيلسوف الروماني سيسرو: إذا كنت لا تعرف شيء مما حدث قبل ولادتك فلن تكبر أبدا. محمود محارمة، التلفزيون الأردني.